أتوقف عند نقطة، أنت كنت جزء من عملية تفاوض كبيرة في اتفاقية السلام وفي اتفاقية كامب ديفيد، والجميع كتب مذكراته. بعد كل السنين دي لسه ناس بتقول السادات كان صح وناس بتقول السادات كان غلط. لما حضرتك بتبص وراك دلوقتي تقدر تقول إيه؟ أنا بقول صح. استردينا سينا. عاوز أكتر من كده إيه؟ سينا كلها رجعت بمجرد ورقة. ده مكسب. هل كان في أخطاء كان ممكن تداركها؟ هل كان في مكاسب تخلينا عنها؟ الأخطاء اللي تأخرنا إن نعمل هذه الاتفاقية. هذه الأخطاء. بعض الناس شايفين إن إحنا بندفع ثمن بعض أخطاء هذه الاتفاقية في سينا دلوقتي. لا مش صحيح. إهمالنا لسينا هو السبب. إهمالنا لسينا البعض شايف إنه بسبب كامب ديفيد. البعض شايف إن ده بسبب كامب ديفيد. أبداً ملوش علاقة بكامب ديفيد. محدش قال لك ما بني. ليه عندك 50 مدينة اتبنت من اسكندرية لمرسى مطروح؟ ما فيش مدينة اتبنت من بورسعيد للعريش. ليه تفتكر؟ ما أعرفش. يعني بعض الناس كده عندها تفسيرات تأمرية تانية، ومعلش هرجع للمؤامرة، بتتكلم عن ملاحق سرية في كامب ديفيد، عن تحفظات إسرائيلية، عن تعهدات مصرية بعد التواجد. مش صحيح. أنا اللي اشتغلت في كامب ديفيد ما فيش اتفاق سري. نحن ما بني أهملنا. ليه أهملنا؟ ما اعرفش. اهمال. ليه ما بنيناش؟ ازاي على مدى 30 سنة مفيش مدينة اتبنت في سينا؟ الشواطئ، بحيرة، البحيرات الموجودة هناك تبقى اهم مركز للسياحة الدولية. ليه كل حاجة؟ شفتي عدد مدينة المهندسين، مدينة الدبلوماسيين، مدينة مش عارف ايه، من اسكندريه لمرسى مطروح مفيش حاجه، من بورسعيد للعريش. ليه؟ ايه السبب كده؟ معرفش. اهمال او موقف عسكري معرفوش.